في إطار رصد نادور سيتي، العدسة نادور سيتي خطورة محور نغل طريق الموت إن صح التعبير، جا نظر قرية تركمان وزدغا إحدى المواقع أكثر خطورة، يتسنن مجموعة من الحوادث السير خاصة المميتة، يعني المنعرة جوانيتا معروف، يعني الفيرا جوات مزيدة في مدخل جماعة أركمان. نتلاحظ يعني بريدي خوا الخط متصل ممنوع الدوبلاج، كذلك يعني أنفار أنظام بعض، يعني إلى مدى السائقين تحترم قانون السير بخصوص محور ونتيجة خطير على مستوى تسجيل حوادث سير خطيرة ومميتة، وخاصة نقطتين ضفر خو. إذن أنتبع أنظر بشكل مفاجئ، يعني إلى أي مدى يتعامل السائق نغض الراجلين على السواء ذي المنعرج الخطير، يمكن أن نرصد بعض أسباب يتسببن ذي حوادث سير خطيرة مميتان ثني إذا تخلفن ضحايا يعني جروح بليغة. خط متصل منعرج، أولا ننظر السرعة، تلاحظ على أنه حتى على مستوى السرعة وذي نبول احترام السائقين السرعة المسموح بها، تأكدت من خلال السرعة الخطيرة التي تزن. نتلاحظ كاميونة ونيتا مثلا الحمولة يغاس ويعني السرعة زيد يعذو، اتضح بأنه غير قانونية وتجيش السرعة جن مسموح بها، خاصة مراعاة أنك مجموعة من معطيات الذكر، يعني الحمولة يغاس سوى الطاس والشاحنة التمقران. إذن أنتبع بعض النماذج ذي قبريدة ونقطية بالضبط.
Zumindest.